نعم، في هذا الموقع الذي نوجد فيه نعم يمكن القول أن هناك عمليات لانتشال الجثث، لكن مع الأسف قبل أن نكون معكم وأثناء تحضيرنا لهذا المباشر طلبت منا الشرطة عدم تصوير فرق الإنقاذ وهي تقوم بإزالة الجثث يعني قبل حوالي 20 دقيقة، وعندما كنا في هذا المكان انتشل أحد فرق الإنقاذ أحدى الجثث، والآن كما أشاهد هم يحضرون انتشال جثة أخرى. لذلك سنحترم رغبة الشرطة التركية ونقوم برصد هذا المشهد هنا. هم يحاولون الآن انتشال جثة أخرى، لكن سأحاول رصد هذا المشهد هنا في مدينة الإصلاحية في غازي عنتاب. كما تشاهدين حجم الدمار الكبير في هذا الشارع وهذا الحي. إلى الأمام هناك أيضا الأبنية المهدمة، هذا كان أحد الطرق الرئيسية أو هو الطريق الرئيسي الذي كان في منطقة إصلاحية في ولاية غازي عنتاب. هذا الطريق القديم الذي كان يربط أو الطريق ما بين ولايتي غازي عنتاب وهتاي، هذا الطريق القديم الذي كان يخترق المدينة من في وسط المدينة أو يمر في وسط المدينة. كما نشاهد دمار كبير جدا في هذا الطريق. طبعا عمليات إزالة الأنقاض في ذلك المبنى، حيث الآلية ربما إذا كانت تظهر على الشاشة، الآليات هناك تزيل الركام بعد انتهاء عمليات البحث، وبالتالي هناك بعض المباني انتهت بالفعل عمليات البحث من قبل فرق الإنقاذ، وحاليا فقط الجرافات هي من تقوم بجرف الركام في محاولة لإزالة أكوام الكتل الخرسانية الموجودة في هذه المدينة.